ماذا لو عاد معتذرا؟ بزاف من الناس في حياتي كيجيو عندي كيقولوا لي فلان دار لي، فلان جرحني، فلان دمرني، راه جرحني، راه ظلمني، راه بكاني، راه غدرني، ولكن دابا راه رجع كيعتذر، شنو غادي ندير؟ في هاد الفيديو غادي نكون قاصحه معكم شي شويه في الجواب، ولكن كاين شي ناس خاصهم يسمعوا هاد الهضره هادي. شوفي، باش ان الواحد يجي يعتذر منك شي حاجه زوينه بزاف، وكيقول لك الاعتراف بالخطا فضيله، ومن اعترف بذنبه فلا ذنب عليه. باش انسان يعرف الغلط ديالو ويجي يطلب منك السماحه ماشي مشكل، ولكن نسمح ليه وننسى ونرجع ليه فحال ما وقع والو؟ لا 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 لا، مستحيل. ما كاينش شي حاجه سميتها نرجع لواحد اداني وظلمني وجرحني غير حيت قال لي اسمح لي ونرجع ليه. هذه ما كايناش. قبل ما تقول لي اسمح لي، اجي نتحاسب انا وياك، اجي نشوف شنو خليتي من موراك، اجي تشوف الجروح اللي حليتيهم من بعد ما رجعتي، واجي تشوف شنو هرستي قبل ما تمشي، اجي تشوف الدموع اللي نشفو من موراك، اجي تشوف الثقه اللي ما بقيتش قادره نديرها في الناس بسببك، واجي تشوف شنو هرستي. ميمكنلكش تعالج هادشي وميمكنلكش تصلح هادشي بكلمه سمحي لي. فاذا ما كايناش شي حاجه سميتها سمحي لي، ما كاينش شي حاجه سميتها سمحي لي ونرجعو. اللي غلط ما عندوش بلاصه فين يرجع، اللي غلط ما بقاتش عنده بلاصه في حياتنا. جا طلب منك سماحه، شكرا، الله يسامح ولكن بقى بعيد عليا، الله يسامح ولكن ما بقيتش بغيتك في حياتي.